كرمال القضية. هاي قضية ما شايف غير كلاسين. في من الحرب؟ الحرب من زمان كانت الحرب حرب عن صحيح. بذكر لما طوعت بجيش الفرنساوي بفرقة الخيالي ولما يصرخ الكولونيل هجوم. أنا الدار الأبن، يعني هو المحارب اللي بيكون على الجبهة على المتراس، وبيجوا الأهل على أساس من يعملوا بيكنيك، وبيفوت معنا أسير وبصير هذا اللي حيصير. أول مرة بشوف كيف بيحكوا شو بيعملوا، بيحكوا قصص تاريخية والأخبار، وفيها المسرحية كتير قصص حلوة عن جد، وعن جد بترجع يعني اللي عايش الحرب رح يرجع يعيشها مرة تانية. لو سمحت بس ما توجعني، مش وجعتني. تما نرجع نعيش الحرب مرة تانية، وتنضل نقول تنذكر ما تنعاد، ولأنه خطوط التماس كتيرة والمتاريس فيها تكون معنوية أخلاقية وحتى دينية. لزمن الحرب الأهلية رجعنا المخرج ميشيل حوراني لأعاد عمل الراحل ريمو جبارة من سنة 97. بيكنيك على خطوط التماس اللي هي جبهة من أيام الحرب اللبنانية، بس فيها تكون بلبنان أو بأي دولة من العالم. والسؤال الأساسي ليش نحنا مثل ما قلت عم نقاتل الآخر؟ ليه الإنسان بيقاتل الآخر؟ شو القضية؟ وفعلياً ما في قضية. مساج إنه عن جد الناس يلي حربوا بحرب الأهلية حربوا على شيء كتير وهمي، شيء كتير وهمي، ومنه ما في شيء ملموس، ما في سبب معين، يعني كله فات بالخبصة. في خطوط تماس بالجامعة، في خطوط تماس بين بعضنا، في خطوط تماس في البيت بين رجال ومرته وبين ولاد وأهلهم. فهذه المسرحية وتجمع كل هالخطوط التماس اللي دايما بالنتيجة بنعيشها. قول نحن على طول عنا أكشن، حالات جبهات متواصلة عم نعيشها، وطبعا يعني مهم تكون الهدف منا والرسالة المرجوة منا من الأول لهلأ تكون واصلة صح. حلو هيك يرجع يشوف العمل واحد افيك نوتر، يعني بلوز إلابوري افيك لو طون. الأسئلة كتيرة والأجوبة ما فيها تكون مقنعة، ولكن الصرخة موجهة للجيل الجديد من طلاب نادي الدراما بالجامعة الأنطونية اللي وقفوا على خشبة مسرح دوار الشمس. سلاحهم الكلمة، ذخيرتهم الصوت، ولعبوا لعبة حياة مش موت. بيعطي هالجيل اللي طالع، بيعطيه كمان الاندفاع انه يشتغل بطريقة كتير فيها حسية. من وحي يعني الحرب القديمة اللي نحن عشناها، والله لا يعيد علينا يا رب. الحواجز هي حواجز ما بين المجتمعات، ما بين الإنسان وحاله وذاته. بيرجعونا على أيام القديمة. هو صحيح الحواجز انشالت، بس ما زال في حواجز بين الشعب. هي حلو الواحد يمكن هذا الجيل اللي نحن ما عشناها، بس بهذه المسرحية عم نرجع نشوفها بطريقة مهضومة. بتحسي فيهم حقائق نحن لازم نعرفهم، بس انه بطريقة مبطنة يعني. في هيك جو بخوف شوي. هيدي المسرحية ان شاء الله توصل لكل، فينا نقول كل سياسي وكل حدا عم بيشوف الشعب قد ايه عم بيعاني وعم بحطه على جنب على مصلحته الشخصية. عم تتصور انسان الله خالق يحب وياد ويقهر لعنة يلبس تنورة من النسوان مزبط من السكرة وطلوع او ينشب طول النهار بالفرن. ما عندكمش بلدية يشتغل فيها بيك رئيس بوليس مثلا؟ بس بركي بيو ما كان يحب يمشي كالمطر رئيس البلدية.